فتني بالقرار نهار الاحد دليفري حتى من المطاعم ومن السوبر ماركت ما في، يعني قاعدين بالبيت لا فينا نظهر لا فينا نروح، وممنوع حتى الاكل يوصل لعنا. شو بنعمل نهار الاحد؟ شو بيعمل يعني اول شيء هيدي مشان الصحه منيحه، بيضعف الواحد. شغله ثانيه، في الممثل جورج خباز في كل يوم دليفري ايه بيقول انه كل يوم يطبخوا يعني شوي النسوان نهار الاحد